ميس مستكشفة شاطئ البحر. تعالوا نتعرف على ميس الجرذانة البنغالية. كانت ميس تعيش في متاهة نفق تحت الأرض بجوار أمها وإخوتها السبعة وأخواتها العشر. يشكلون مجتمعين فريقا مرعبا ينتظر دائما الفرصة للتخريب. في إحدى الليالي خرجت ميس كعادتها تبحث عن الطعام، ثم فجأة سمعت صوت خطوات أقدام قريب جدا. لم تكن لديها سوى ثوان معدودة لتهرب من ذلك المزارع المخيف. أثناء هروبها لمحت أحد قرنائها يصارع يائسا التخلص من الفخ، فحزنت لذلك كثيرا. أصبحت خائفة جدا من بقائها متحصنة في متاهة أمها طوال الليل، لذلك قررت مع أول ضوء الصباح أن تخبر عائلتها المذعورة بأنها لن تشارك بعد الآن في عمليات التخريب في المزرعة. حاول إخوتها إقناعها بالتراجع عن قرارها، لكن دون جدوى. شعرت ميس بالملل وبدأت بالدوران في شكل دائرة. أدركت أنها لا يمكن أن تظل محبوسة داخل هذه المتاهة من دون فعل أي شيء. فجاءت بحقيبة الظهر ووضعت فيها كل من النظارات الشمسية، المنظار، العدسة المكبرة، دون أن تنسى بعض الضمادات. أصبحت الأم قلقة حيال ابنتها فسألتها: ما الذي يمكنك فعله؟ هل تتقنين عمل أشياء أخرى غير التخريب؟ أجابت هاميس ضاحكة: أستطيع حفر الأنفاق. أخذت ميس تحفر وتحفر، لا تمل أبدا من كثرة الحفر، فكل مرة تحفر نفقا تستكشف أماكن جديدة. إنها لم تعد بحاجة إلى أن تهجم على الحقول. على الشاطئ، أحدهم أخرج وجهه من تحت الرمال. من يكون يا ترى؟ إنها ميس. خرجت لتوها من نفق بعد أن قضت الليلة كلها وهي تحفر في الرمل والطين. نظرت ميس إلى السماء وهي تهم بارتداء نظارات الشمس. كانت الشمس قد أوشكت على الشروق. فجأة سقطت في النفق وبدأت تصرخ: النجدة، النجدة. كانت تربة النفق تنزلق من تحتها كل محاولة التشبث بها، كأن نهرا ينساب من تحتها. سمعت صوتا رقيقا من داخل المياه يقول: لا داعي للخوف، إنه البحر. تمكنت أخيرا من الصعود واستلقت فوق الرمال وهي متعبة جدا. أحست أن الرمال تسير من تحتها. تفقدت أصابع رجليها التي غاصت في الرمال ولاحظت نملة ذات اللون الأزرق الفاتح تحدق فيها. قالت النملة: أنت على شاطئ بوردي 17 كيلومترا من الرمال النائمة.
أخرجت ميس العدسة المكبرة من حقيبتها وبدأت تستكشف المخلوقات الصغيرة الرائعة. هذه الأخيرة لم تهتم كثيرا بظهور ميس المفاجئ. كانت مخلوقات غريبة دائرية الشكل ولونها رمادي وفضي في الوسط، تمتلك حلقة ذات اللون الفيروزي، تخرج منها مجسات شفافة. سألت ميس إحداها: من تكونين؟ قالت وهي تتنقل ببطء في المياه: نحن ندعى قناديل البحر، نعيش في مستعمرات. أنا ميس جورد بن غالي. هل هؤلاء أفراد عائلتك؟ ربما كنت تعرف ذلك من قبل، فميس البنغالية لا تستطيع التوقف عن طرح الكثير من الأسئلة. أجابت إحدى قناديل البحر بنعم، نحن نعيش في تلاؤم ضمن مجموعات مثل العائلة، بعضنا يتنفس والبعض الآخر يأكل ويتذوق الأشياء، في حين أن البعض الآخر يلد صغار القناديل. الأمر مغاير تماما بالنسبة إلى عائلتي، فكل واحد منا يعيش في نفقه الخاص ويبحث عن طعامه الخاص ويلد صغار الجرذ البنغالي خاصته. كم هذا غريب، من الواضح أن حياة الجرذ متعبة. لا أبدا، نحن فاجأتها موجة كبيرة وقلبتها على ظهرها، شربت على إثرها الكثير من المياه، أصابها الذعر وهي تحاول أن تبصق مياه البحر المالحة التي وجدت طعمها سيئا في الفم. قفزت إلى الشاطئ تجنبا لموجة أخرى. أثناء تراجع الموجة عادت ميس إلى المياه لتألق قنديل البحر سؤالا أخيرا، فانبهرت أمام مشهد قناديل البحر المتلألئة، كأن نجوم السماء المضيئة نزلت إلى المياه. ظلت ميس تنظر إليها وهي تبتعد إلى أن اختفت عن أنظارها. وداعا أيتها المخلوقات العجيبة. ثم سمعت صوتا يقول: احفر بعمق بعمق. اتجهت عيناها المتعبتين إلى طفلين صغيرين يحفران في الرمال ومعهم أدوات غريبة. أدركت ميس أن كل الأشخاص في هذه المنطقة لا يشكلون خطرا على الجرذان البنغالية، لذلك اندفعت نحو الأطفال كي تلعب معهم. قالت لهم بصوت مرتبك بعض الشيء: هل يمكنني أن أحفر معكم؟ أنا أجيد حفر الأنفاق. هرب الأطفال تاركين الألعاب لما رأوا ميس أمامهم، فاستغربت كثيرا من ردة فعلهم، فقد كانت طوال حياتها تهرب عند رؤية الناس، وها هي الآن ولأول مرة في حياتها ترى أناسا يهربون خوفا من جورج بنغالي. ظلت تناديهم وتقول: لا تخافوا، ليس لدينا نية بالقبض عليكم، لكن الأطفال قد اختفوا. نظرت ميس حولها فرأت لعبة خضراء فأخذتها ثم حاولت أن تحفر بها، لكن من دون جدوى، فقالت في نفسها: ليس غريبا أن لا يعرف البشر كيفية الحفر.
رمت اللعبة جانبا وأخذت تتمشى فوق الشاطئ. أثناء تفحصها لرمال الشاطئ لاحظت ميس وجود كرات رملية متناثرة بشكل غريب حول حفرة صغيرة، كأن نجوم السماء تناثرت فوق الشاطئ. كانت تحمل في يدها عدسة مكبرة، فقررت أن تبدأ تحقيقها. فجأة أحست بأحدهم يقرص طرف ذيلها، فاستدارت تجد سلطعونا يحدق فيها. سحبت ميث ذيلها وقالت له موبخة: لا حاجة لأن أكون قاسية معك، كنت منشغلة بتفحص هذه الكرات. كنت خارجا لتوي أبحث عن وجبة فطوري فاصطدمت بذيلك، أنا آسف. حسنا لا بأس. فالجرذان البنغالية بدورها تقضي معظم وقتها في قضم الأشياء. سألت هوميس إن كان يعرف مصدر هذه الكرات الصغيرة، فأجابها: إنها فقط كرات الرمل التي نخلفها أثناء تنقية الرمال بحثا عن الطعام. لا تتردد ميس من طرح الأسئلة، فقالت: هل تصنع هذه الكرات لوحدك؟ أم أن لديك عائلة تقوم بمساعدتك مثل قناديل البحر؟ نحن لسنا مثلهم، نحن نتجول على الشاطئ فرادا أو مثنى مثنى. أخرج سلطعون صغير رأسه من إحدى الحفر لتفقد المكان حوله. قال متحدثا إلى ميس: نحن بصدد بناء متاهة، هل يمكنك أن تمدي لنا يد العون في حفر الأنفاق؟ الأنفاق، أحب الأنفاق. وأسرعت إلى أقرب حفرة ثم بدأت بالحفر. ألقت حقيبة الظهر وبدأت بحفر المتاهات. أعجب السلاطيع بمهارة ميس في الحفر، إذ لم يشاهدوا أحدا يحفر بمثل السرعة التي تحفر بها. ثم بدأوا يحفرون بحماس. هل يمكنك مساعدة ميس في إيجاد حقيبتها؟ بسرعة البرق صارت ميس من خلال المتاهة. كانت فرحة جدا لتمكنها أخيرا من إيجاد حقيبتها. لقد اختفى البحر، هل رحل أم أنه سرق؟ بدأت تحوم حول نفسها وتقفز. كان صغار السلطعون حولها يضحكون. مسكينة يا ميس. جاء صديقها السلطعون الذي التقت به أول مرة وطمأنها بأن البحر لم يختفي وإنما هو في حالة جزر. لم تفهم ميس ماذا قصد بقوله في حالة جزر. المد والجزر ظاهرة طبيعية مرحلتين تحدث لمياه المحيطات والبحار. مرحلة المد يحدث فيها ارتفاع وقتي تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض وقتي تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر. لا داعي إذن للقلق، هذا الأمر يحدث مرتين في اليوم. يبدو لك للوهلة الأولى أن مياه البحر قد اختفت، لكن لو نظرت جيدا داخل البحر فسترين خطا أبيض من الزبد. هناك يوجد الشاطئ الآن،
نحن نستغل فترة الجزر للخروج والبحث عن الطعام. أخرجت ميس المنظار من حقيبتها وأخذت تبحث عن الشاطئ الذي توارى عن الأنظار. لحسن الحظ ظهرت أمواج البحر في الأفق، الأمر الذي طمأن كثيرا ميس، لكنها الآن متعبة وتتضور جوعا. أكملت ميس رحلتها، لكن هذه المرة بحثا عن الطعام والماء. رافقها صديقها السلطعون على طول الشاطئ إلى أن وصلوا إلى مجموعة أشجار، فودعوا بعضهم البعض. تمنى لها صديقها مسيرة جميلة وعاد إلى صغاره. كانت ميس تتأذى أثناء سيرها من الأزبال الكثيرة الملقاة على الشاطئ، وكان طرف ذيلها أيضا يؤلمها من عضة السلطعون. أخذت الضمادات التي كانت بحوزتها وقامت بلفها حول ذيلها. بعد أن قطعت مسافة طويلة وصلت ميس إلى غابة خضراء ذات الأشجار الكثيفة، فسلكت طريقا يؤدي إلى داخل الغابة، ثم اكتشفت فجأة مزرعة جميلة مليئة بأشجار السبوديلا، أغصانها مثقلة بثمارها البنية الحلوة. المكان مليء بالثمار الناضجة. كانت ميس تحس بالعطش من جراء سيرها الطويل، فاتجهت نحو بركة ماء صغيرة شربت منها حتى ارتوت. عاد إليها نشاطها فأخذت تجري من شجرة إلى أخرى مثل الأحمق، وفي كل مرة تأكل من الثمار الناضجة. لم تر ميس أكثر فرحا مثل اليوم.